بسم الله الرحمن الرحيم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي مارك روتا رئيس وزراء مملكة هولندا علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانة تنميته وتعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. جاء ذلك خلال استقبال سمو اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي رئيس الوزراء الهولندي، واستعرض الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون خاصة الاستثمارية والاقتصادية. كما تبادل سموه ورئيس وزراء هولندا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأشار صاحب السمو رئيس الدولة إلى أن البلدين احتفلا خلال العام الماضي بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية. كما لفت سموه إلى أن معدل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين وصل خلال العام الماضي إلى 4.6 مليار دولار بنسبة نمو 7.2% مقارنة بعام 2021. ونوه سموه بأن هناك نحو 350 شركة هولندية تعمل في الدولة، فيما تعد الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لهولندا في المنطقة العربية. حضر اللقاء عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.